نعم، سمع دوي انفجارات عنيف جدا في منطقة تل أبيب الآن قبل دقائق من الآن، ودون تفعيل صافرات الإنذار، أي أن الانفجار هز المنطقة ولكن دون تفعيل صافرات الإنذار. الجيش قال بأنه أطلق صاروخ من لبنان أرض نحو مركز البلاد وسط إسرائيل، ولم تتم تفعيل صافرات الإنذار لأنه سقط في منطقة مفتوحة وفق السياسة المتبعة. طبعا السياسة المتبعة هنا إذا كان رصد الصاروخ يمكن أن يسقط في منطقة مفتوحة أو منطقة خالية من السكان أو حتى في البحر لا يتم تفعيل صافرات الإنذار، لذلك هذا كان بيان الجيش بهذا الخصوص، وهذا لافت بطبيعة الحال، يعني هذا توسيع لرقعة الاستهداف. نتحدث عن هذه المرة الثانية التي يطلق فيها صاروخ نحو وسط البلاد منطقة تل أبيب خلال أسبوع واحد من حزب الله، أيضا بالإضافة إلى الصاروخ الذي أطلق من اليمن نحو أيضا منطقة تل أبيب. الآن هذه المرة الثانية التي يطلق نحو وسط البلاد، أي أنه توسيع رقعة الاستهداف. نعم، تفضلي بالبقاء معنا، سأعود إليك، أعتذر على المقاطعة.